مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. انتقل الى رحمة الله تعالى الكولونيل ماجور احمد موليبويا بعد معاناة مع المرض. الفقيد كان احد ابطال الحرب الصحراء وواحد من ابناء قبائل الصحراء المغربية الذين ضحوا بالغالي والنفيس ووضعوا ارواحهم فداء للوطن. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة منتدى فارماروك بأحر التعازي لأفراد أسرة الفقيدة ولأبناء وأعيان قبيلة ياكوتا، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويحشره مع الصديقين والشهداء والصالحين بجنته النعيم. إن لله وإنا إليه راجعون.